بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 55 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا، حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل للبرنامج أبو إبراهيم من محافظة أم تميم، يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن الأسباب التي يجب أن يأخذ بها الإنسان عند حسن الخاتمة. مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كأن السائل يسأل عن أسباب حسن الخاتمة. نعم الشيخ. أو الأسباب التي يحصل بها حسن الخاتمة. نعم. الأسباب أهمها أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويستمر على العمل الصالح، وإذا حصل منه خطأ أو زلة أو ذنب يبادر بالتوبة. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه كان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. فهذا من أسباب حسن الخاتمة، أن الإنسان يبادر بالتوبة إذا حصل منه ذنب وخطيئة ولا يؤجل التوبة. ثانيا الدعاء، يدعو الله عز وجل بأن يحسن خاتمته، فإن الدعاء مداره عظيم وفائدته عظيمة، والله قريب مجيب. فإذا ألح على الله بأن يحسن له الخاتمة الله قريب مجيب. ثالثا عليه بملازمة الأعمال الصالحة، فإذا لازم الإنسان الأعمال الصالحة فإنه حري أن يختم له بها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من اليمن السائل عبد الله عبد الرزاق يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للنساء دون الرجال أن يصلين الصلاة الكسوف في جماعة في بيت إحداهن ماجورين؟ لا مانع من ذلك، أن يصلين جماعة تأمهن إحداهن أو يأمهن رجل يكون أمامهن، وأما المرأة إذا أمت النساء تكون في صفهن. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: نحن نعلم بأن صلاة الجنازة تسليمة واحدة على الجانب الأيمن، ولكن البعض من الأئمة يسلمون على الجانبين، فما رأيكم بهذا؟ الذي ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة أنه كان يسلم تسليمة واحدة، وإذا سلم اثنتين فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا من اليمن: فضيلة الشيخ، شخص في أيام رمضان وعند أذان الفجر كان الكأس من الماء بالقرب منه، فلما سمع المؤذن أخذ هذا الكأس الذي به ماء فشرب منه، هل عليه أن يقضي ذلك اليوم؟ هذا يرجع إلى وقت أذان المؤذن. إذا كان المؤذن يؤذن مبكرا قبل طلوع الفجر يجب أن ينتبه الناس، فلا حرج من الشرب والأكل بعده. قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر، فجعل الغاية والنهاية للأكل والشرب أذان ابن أم مكتوم لأنه يؤذن على الفجر. فإذا كان هذا المؤذن يؤذن على الفجر فلا يجوز حين إذن الأكل والشرب، وأما إن كان الأذان متقدما فلا مانع من الأكل والشرب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، ولكن ما هي الأدعية التي أقولها بعد صلاة الفجر؟ أبرز الأدعية في ذلك مأجورين. ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أن الإنسان يأتي بالذكر تهليلات العشر بعد الفجر، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ بعدها
سورة الإخلاص، سورة العلق، وسورة الناس، كل سورة 3 مرات، ثم يأتي بالتعوذات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم يدعو بما تيسر له. ومن الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل من المغرب العربي يقول بأنني أعاني من مرض في بطني، وهذا يجعلني أنقض الوضوء بالريح، فأنا لا أحافظ على الوضوء من 5 دقائق، ما هو الجواب في ذلك؟ نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وكيف أتوضأ للصلاة؟ إذا كان خروج الريح دائما ولا يرتفع عنك إلا بمقدار 5 دقائق فقط، فإنك إذا حضرت الصلاة تتوضأ ثم تصلي في الحال، تتوضأ ثم تصلي في الحال، لأن حدثك دائم. نعم. من المغرب العربي أيضا هذا الشاب يقول: ما حكم الشرع في نظركم في الشاب الذي يصلي ولكنه يرتكب المخالفات والمعاصي المأجورين؟ عليه التوبة إلى الله، صلاته عمل صالح وأداء للفرض، والمعاصي والسيئات التي يقع فيها يؤاخذ عليها، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه التوبة إلى الله والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلذكر الله أكبر الله يعلم ما تسمعون. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا يليق بالمصلي أنه يفعل المعاصي لأن صلاته تنهاه عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول: عندما يرفض الصغير فضيلة الشيخ أن يسمع أوامر الكبير، هل الضرب في مثل هذه الحالة يجوز؟ ومتى يكون الضرب للصغار الأطفال؟ نعم، المربي الوالد أو الوصي أو المعلم الذي يربي الأطفال له أن يضربهم إذا خالفوا ضربا غير مبرح، أو صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا احتاج إلى الضرب لأنه أردع وأبلغ في تربية الصغير فإنه يضرب على قدر حالته، ويشدد عليه بالضرب يكون ضربا غير مبرح. نعم. جزاكم الله خير. السائل من القصيم يقول: فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد، والدي والحمد لله وأحيانا يأتون إلينا أبناء عمي وبعض الشباب الذين يعرفونني، فإذا قمت بإمامتهم للصلاة تنطلق من ألسنتهم عبارات لا تطول الصلاة، أي يقصدون قراءة القرآن، بعضهم يقول ذبحتنا بالصلاة، فأقوم بمعاندتهم وأقرأ من السور الطويلة سورة كاملة، فإذا انتهيت من الصلاة ونظرت إليهم أجد ما أجد من نظرات وعبارات في وجوههم، هل هذا عملي صحيح؟ هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فالإمام يراعي أحوال المأمومين، فلا يطيل عليهم وينفرهم، ولا يخفف الصلاة تخفيفا يصل الصلاة، وإنما يتوسط. ولما كان بعض الصحابة يطيل الصلاة لأصحابه وشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عاتب هذا الصحابي وقال: أفتان أنت؟ وقال: إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا العبارات التي تصل من يقول ابن عمومة: لا تطول علينا في الصلاة، هو الذي سبب هذا، وهم ينهونه عن التطويل. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. السائل الذي رمز اسمه بألف ألف يقول: شريط القرآن، هل يأخذ حكم المصحف فضيلة الشيخ؟ لا يأخذ حكم المصحف، المصحف فيه كتابة تقرأ، وأما الشريط فلا يقرأ فيه شيء، وإنما هو صوت مخزون فقط، ليس فيه كتابة، ليس له حكم المصحف. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: فتاة عمرها 13 سنة معاقة إعاقة متوسطة، تستطيع الحركات لكن لا تستطيع الكلام ولا القراءة، هل يجوز إجبارها على الصلاة وضربها؟ نعم، تعلم الصلاة وتربى عليها وتؤمر بها ويؤكد عليها ولا تترك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا اختلطت أصوات المؤذنين لكثرة المساجد المجاورة على بمن حولنا، كيف نردد بمثل هذه الحالة؟ مع من نردد مأجورين؟ الذي تسمعون صوته بوضوح ترددون معه، الذي تسمعون صوته بوضوح من أول الأذان إلى آخره هو الذي تتابعونه. نعم.
السائلة التي رمزت لاسمها مريم تقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم الرقص للنساء داخل النساء في الأفراح رقصا خفيفا بفاحشا، هل هذا وارد؟ بمناسبة الزواج لا بأس برقص النساء فيما بينهن أن يكون مستورات عن الرجال، وبشرط أن يكون الرقص المستشل وليس الرقص الفاحش الذي المتعارف عليه الآن في فن الراقصات التي يسرفن في الرقص ويحصل منهن انكشاف لمفاتنهن أو يلبسن ثيابا معدة للرقص مفتح يظهر منها شيء من جسمها ومن عورتها، هذا رقص محرم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ الذي رمز لاسمه بألف ألف من الباحة، ما حكم زواج البدل وماذا ورد فيه من الأحاديث مأجورين؟ زواج البدل هو زواج الصغار، إذا جعلت المرأة بدل امرأة أو أجبرت على ذلك ولم يكن لها اختيار ولا رأي هذا هو الصغار، وهو نكاح باطل لما فيه من الظلم للنساء وإجبارهن على من لا يريدنه وإنما يخضعن لإرادة الولي لمصالحه هو، فهذا نكاح باطل وهو الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة سين كاف عين من اليمن تقول امرأة متزوجة لها 4 من الأولاد وزوجها صاحب أخلاق الحمد لله فاضلة ومتدين وهو يقوم بجميع الحقوق الزوجية لهذه المرأة وهي كذلك، ولكنه فضيلة الشيخ يتميز بالصمت الشديد وليس مع زوجته فقط ولكن مع جميع أسرته، فإذا تحدثت معه الزوجة بموضوع فإنه ينهى عن الحوار بسرعة بكلمة أو كلمتين أو ينهي الحوار بسرعة بكلمة أو كلمتين، فهي تغضب من هذا التصرف الذي يقوم به هذا الزوج باستمرار، فبماذا تنصحون هذه الزوجة لتستمر في حياتها الزوجية مأجورين؟ أنصحها بالصبر على هذا الزوج ما دام أنه مستقيم على طاعة الله وقائم بحقوق الزوجة وحقوق الأولاد غاية ما فيه الصمود، هي تصبر على هذا، ولكن نوصي الزوج أيضا بأن يتبسط مع أهله ومع أولاده ومع زوجته لأن هذا من العشرة بالمعروف، الله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا تسأل في ثاني أسئلتها السائلة من اليمن وتقول إذا جرح الإنسان جرح في يده أو في أي جزء من جسمه وخرج الدم فهل يبطل الوضوء، وما حكم من توضأ بعد خروج وهو مستمر في الخروج فهل يصلي حتى لا يزول الوقت؟ إذا كان الدم الذي خرج كثيرا فاحشا فإنه ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم لأنه خارج النجس من البدن فيشبه الفضلات الأخرى التي تنقض الوضوء، وإذا كان الدم يخرج فإنه يصبر حتى يتوقف الدم أو يعمل شيئا يوقفه من العلاجات ثم يتوضأ. نعم، أحسن الله إليكم. رسالة من الجزائر من السائل عين عين يقول أرجو شرح حديث ما معناه بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه مأجورين. الحديث صحيح وفيه النهي عن البكاء على الميت بمعنى رفع الصوت النياحة، أما مجرد البكاء من غير نياحة ومن غير رفع الصوت فهذا لا يضر لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنعه، إنما المحرم هو رفع الصوت في البكاء والنياحة ويظهر الجزع على الميت، هذا هو الممنوع وهذا يعذب الميت بسببه. ولكن العلماء اختلفوا في كيفية التعذيب، هل هو على ظاهره وأن الميت يعذب لأن النياحة حرام والحرام يعذب عليه، وكيف يعذب وهو لم وهذا ليس من فعله؟ قالوا هذا والله أعلم الذي يوصي قبل موته بأن يناح عليه، لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون بذلك، قال الشاعر إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي، هذه وصية، فإذا أوصى بذلك فإنه يعذب لأنه رضي بالمنكر. وقيل معنى التعذيب التألم، أن الميت يعذب يعني يتألم بما نيح عليه ويتضايق ولا يرضى بذلك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل الذي رمز باسمه بخاء عين من اليمن يقول أسأل عن مشي السيارات والبشر على القبور فضيلة الشيخ، ما هو الحل لهذه المشكلة وهل يجوز
يجوز ذبح القبور لهذا أم لا مأجورين؟ هذا حرام، امتهان القبور بالمشي الدوس عليها ومشي السيارات عليها الحرام شديد التحريم، لأن فيه اعتداء على الأموات، وحرمة الميت حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. يجب تسوير القبور، إحاطتها بشور يمنع المارة، يجب على من له أمر في البلد، يجب على من له أمر في البلد الأمير أو المحافظ أن يسور هذه القبور، أو رئيس البلدية، وهذا بالأخص من صلاحيات البلديات. يجب على من له ولاية من قبل ولي الأمر أن يقوم بتسوير هذه القبور، لأن هذا من جملة صلاحياته الواجبة عليه. وإن قام أحد من المحسنين الذين يرجون الأجر والثواب وسور هذه القبور فله أجر عظيم في ذلك، لما يترتب على عمله من حفظ القبور ودفع الأذى عن الأموات الذين لا يقدرون أن يدافعوا عن أنفسهم. يجب تسوير هذه المقبرة أو عمل شبك حديد يمنع من الدخول إليها والاستطراق فوقها. وأما قضية النبش هذه تحتاج إلى نظر من قبل القاضي، قاضي البلد، ومن جهة أهل العلم الذين يرجع إليهم في هذه المهام العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة أم إبراهيم تسأل عن ركعتي الوضوء، تقول متى تصلى وهل هي سنة وهل تصلى في وقت النهي؟ نعم، صلاة سنة الوضوء تفعل بعد الوضوء مباشرة، إذا فرغ من الوضوء فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، وهما من ذوات الأسباب. بعض العلماء يرى أنهما يفعلان ولو في وقت النهي لحصول السبب. إذا حصل السبب فإنها يفعل الصلاة المرتبة عليه كصلاة الوضوء وكصلاة الجنازة وكصلاة الكسوف وكركعة الطواف، ذوات أسباب عند المحققين من أهل العلم أنها تفعل عند وجود أسبابها ولو في وقت النهي. وذهب جماعة آخرون إلى أنها لا تفعل وقت النهي لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول ما حكم أخذ الدين لأداء العمرة؟ لا ينبغي أن يستدين لأجل أداء العمرة، لأنه إذا كان معسرا فما يستطيع السبيل إلى العمرة والحج فليس عليه حج ولا عمرة حتى يستطيع، فلا ينبغي له أن يستدين محمل ذمته شيء لم يلزمه الله به. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يقول السائل فضيلة الشيخ صالح أسأل عن حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد. لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد لأن هذا تفرق، ولا يجوز التفرق بين المسلمين إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا صلى الإمام وفاتتهم الصلاة، وجاء بعد صلاة الإمام ومن معه جاء جماعة أخرى فاتتهم الصلاة، فلا بأس أن يقيموا جماعة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه. أما دخل رجل بعد ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فكونه يقوم أحد يصلي مع هذه الجماعة وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان إقامة الجماعة الثانية بفوات الأولى فإنها تقع مرة ثانية. أما إذا كانوا يفرقون الناس إلى جماعات ويصطلحون على هذا في مسجد واحد فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل عبد الله من الجزائر أرجو أن يشرح لنا الشيخ حفظه الله حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. العدوى هي انتقال المرض من شخص إلى شخص، من بدن إلى بدن، والطيرة هي التشاؤم بالأشياء وسوء الظن بالله عز وجل، وهذا الشيء. والهامة هي طائر يتشاءمون به يسمى البومة، إذا رأوه أو سمعوا صوته تشاءموا به، وهذا نوع من الطيرة أيضا. ولا صفر كانوا يتشاءمون في شهر صفر فلا يجرون فيه عقودهم ولا أسفارهم ولا تشاءمون به، تشاءمون بالزمن، وهذا أيضا نوع من الطيرة. كل هذه أنواع من الطيرة، والطيرة حرام ولا حقيقة لها، وعلى المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى
وتعالى وأن يحسن الظن بالله، وإذا وجد شيئا في قلبه من التشاؤم فإنه يزيله بالدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فيذهب الله عنه هذه الطيرة من قلبه ولا يتلفظ بها أو يرجع عن ما قصد من أجل الطيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أمضاك أو رد. فإذا تفاعل مع الطيرة ورجع عن حاجته التي هم بها هذا حرام عليه، ولكن يمضي في حاجته ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى الطيرة. وأما العدوى فالعدوى تحصل بإذن الله، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن إرادة المصح على الممرض، يعني لا يرد إبله الصحيحة على الإبل الموبوءة المصابة بالجرب، من باب الوقاية، والوقاية مأمور بها. وكذلك إذا وقع الطاعون في البلد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم إليه، ونهى من كان في البلد عن الخروج، لأن هذا من باب الحماية والوقاية للأصحة. فالعدوى تحصل، ولكنها تحصل بإذن الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، ولكن علينا أن نأخذ أسباب الوقاية. وأما النفي لا عدوى فالمراد نفي ما كان يعتقده الجاهلية، أهل الجاهلية، من أن المرض يعدي بنفسه وليس بتقدير الله وقضائه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل الجاهلية، وهذه هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا عدوى أي على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بنفسه. نختم هذا اللقاء بسؤال الأخت أم التركي، تقول بأنها حجت الشيخ العام الماضي مع زوجها، وفي أول أيام التشريق رمت الجمرة الصغرى، تقول لأنه ما كان هناك زحام، ووكلت الزوج برمي الجمرة الوسطى والكبرى نظرا لكثرة الزحام. تقول: وفي المساء طلبت من زوجي أن يعيد الرمي كاملة، رمي الجمرات كاملة، هل علي شيء؟ إذا كانت رمت هي الصغرى وعجزت، وكلت الزوج أن يكمل يرمي الوسطى والكبرى، فلا حرج في ذلك، التوتين جائز عند العجز. نعم، أحسن الله إليك. واستقلت المسألة بأنها وكلت الزوج أن يرمي الجمرات كاملة. لا، هذا لا حاجة إلى أن يرميها ما دامت أنه وكلت عند العجز ورمى عنها، فلا حاجة إلى إعادتها. الحمد لله. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على تساؤلاتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ، شكرا لحضراتكم، واسمعونا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.